ورئيس المجلس الثقافي الكسنزاني والمجلس الثقافي الكسنزاني لمحافظة نينوى بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 100 لتأسيس شرطتنا الشرطة العراقية التي ساهمت في تحرير البلاد اللي قدمت التضحيات فداء لهذا الوطن، وألف ألف تحية وتقدير لشرطتنا ورحمه الله الشهداء الذين بذلوا حياتهم رخيصة في سبيل حماية الوطن. هلا ابو الاصبع يا سيدنا السريع اهلا وسهلا حياكم الله. السلام عليكم. شلونك؟ اهلا وسهلا شرفتونا. كل خطوه على مليون. يا اهلا وسهلا بكم. خير صحه وعافيه. وسهلا الجميع ان شاء الله. الاماني حلف هالبلد.